سني يعني ايه يا ارو؟ يعني زعل ومسافر. برافو عليك، اتفضلي اقراي الجملة الأولى. القلادة طويلة، القلادتان طويلتان. برافو عليك، نحييه يا بنات. ليه قلنا القلادتان طويلتان يا اروى؟ اكتبيها الاول يا حبيبتي، اكتبيها. ها المبتدا والخبر مرفوعان بالالف لانهم ايه؟ مثنى. ممتازه، برافو عليك. يلا اللي وراها، يلا يا اسيل اقراي الجملة يا اسيل. شجاعين، كبري خطك يا اسيل. ماشي حلو، كويس. ها كويس، اكتبيها تحت، اكتبيها تحت شجاعين. ممتازة، نحيوها يا بنات. اتفضلي، جميلة. يلا يا أيسل. برافو، اتفضلي اكتبيها. كبري خطك يا أيسل. ليه قلنا المسافران عائدان؟ لأنهما ايه؟ مسامحية يا بنات.